السلام عليكم. في عام 1999 شرعت فرنسا في إنشاء مشروع سري لإنتاج طائرة سريعة لا يلتقطها الرادار، وقامت بتجربتها في أول رحلة لها عبرت البحر المتوسط واخترقت الأجواء اللبنانية مروراً بالسماء السورية، ثم اتجهت لتعبر أجواء السعودية، بعدها اخترقت السماء المصرية، وتاليا عبرت الأراضي اليمنية في طريقها لتهبط في جزيرة رينيون التابعة لفرنسا بالمحيط الهندي. لم تكتشفها أي من تلك الدول ولم يرصدها أي رادار، فقط سمع صوتها دون التمكن من تحديد هوية الدولة التي اقلعت منها. التزمت كل تلك الدول الصمت حفاظا على هيبة جيوشها وعدم إحراج آليتها العسكرية. كادت فرنسا تحتفل بالإنجاز الضخم في قصر الإليزيه بباريس لولا أن اتصل السفير الفرنسي في اليمن بدولته وأبلغهم بأن السفارة تلقت مذكرة اعتراض من الحكومة اليمنية على اختراق أجوائها. أصيب الضباط والعلماء الفرنسيين بالإحباط والدهشة، كيف لليمن أن تلتقط الطائرة المطورة وهي أصلا خارج دول التجربة ولم يلق لها أي حسبان؟ شكت المخابرات الفرنسية بأن هناك رادارات لدول كبرى تنتصب فوق التراب اليمني. وفي تلك الليلة أمر الرئيس الفرنسي بتحرك كل الأقمار الصناعية لتمشيط ومسح كامل الأراضي اليمنية، إلا أن الأقمار لم ترصد شيئا. في صباح اليوم التالي تنازلت فرنسا العظمى عن كبريائها وقدمت لليمن شيكا بمبلغ 100 مليون دولار كتب في خلفيته: نرجو منكم إخبارنا بنوعية الرادار الذي كشف طائرتنا. رد اليمنيون: لا رادار ولا حاجة. بعدما سمعنا صوت الطائرة صارعنا بتقديم مذكرات احتجاج لكل السفارات الأجنبية في اليمن، كلهم ردوا: الطائرة ليست لنا. إلا السفارة الفرنسية ردت باعتذار: فعرفنا أن الطائرة لكم.